الدوشة حاول اعلي صوت شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. معبد فيلة من معابد ذات الطراز اليوناني الروماني، واحلى طراز موجود عندنا، وبالاخص اول حاجة لازم نعرف بيها التاريخ جوه المعبد تبان الاعمدة. مثلا شفنا امبارح زهرة اللوتس، هي مجرد زهرة مفتوحة من غير اي تفاصيل، لكن هنقارنها بزهرة اللوتس دي هنلاقيها كاملة التفاصيل. عندنا العمود ده حاجة اسمها كايلكس كابيتال كولم. كايلكس ده الذي يجمع بين زهرة اللوتس والباردي في عمود واحد. هنا زهرة لوتس، لا دي زهرة باردي وحيدة بس مختلفة عن حزم الباردي اللي شفناه هناك. التفاصيل والجمال يتمتع به الفن اليوناني الروماني، بالاخص ايام البطالقة. طب معبد فيلة ده اتبنى ليه؟ اتعمل امتى؟ زي ما انا قلت لكم في النظره التاريخيه والبدايه التاريخيه من البدايه، البطالمه حكمونا 500 سنه من بطليموس الاول لبطليموس 13، والرومان حكمونا 200 سنه، بالاضافه لبعض المسيحيين الاوائل سنه 577 ميلاديه جم وهدموا وهشموا كل الرموز الوثنيه والريليفز الوثنيه جوه المعابد المصريه ذات الطراز اليوناني الروماني، وبالاخص معبد فيلة، واستبدلوا بعض القاعات الداخلية بكنائس. وأول معبد والمعبد الوحيد اللي فيه كنيسة لغاية دلوقتي هو معبد فيلة كاملة الإنشاء، لغاية دلوقتي بقية وهنشوفها جوه. معبد فيلة ليه تم إنشاؤه؟ أو مين الإلهة الراعية ليه؟ الإلهة الراعية لمعبد فيلة هي الإلهة إيزيس المرسومة قدام الملك المؤسس للمعبد زي ما احنا شايفينها. الإلهة إيزيس اللي هي على راسها تاج كرسي الشمس بين أرضين بقرة. قدام المعبد هنلاقي أوبن كورتيار أو فلاة مفتوح الذي يسمح لعامة الشعب بإقامة الصلوات خارج المعبد. داخل المعبد لا يسمح بإقامة أي شعائر لعامة الشعب، بس حفاظا على الناس العواجيز وذوي الاحتياجات الخاصة. أيام الرومان كلاوديوس وتايبيريوس أهم الأباطرة الرومان اللي جم وعملوا إضافات في معبد فيلة عملوا لنا كولونيت أو بهو أعمدة شرقي وغربي. الشرقي فيه 17 عمود والغربي فيه 32 عمود مكتملين تماما. الشرقي غير مكتملين ال 17، في حتت منهم الأولانيين غير مكتملين، ودي من حسن حظنا ان احنا شفنا الستبس او الخطوات ان هم بيعملوا ازاي المعابد او بيعملوا اتجاه جوه معابد اليونانيه او ذات الطراز اليوناني. كل المعابد اللي عندنا في اسوان ذات الطراز اليوناني الروماني، فيلا وكمن بو وادبو، او فيلك وكمن بو وادبو. فيلا الاساس بتاعه طبقا لاسطورة الخلق ابتدى الانسان المصري القديم يكرس جزيرة فيلة للالهة ايزيس ربة الجمال او رمز الجمال ايام الدولة المصرية القديمة وما بعدها ايام الدولة البطلمية والرومانية. ليه؟ طبقا لاسطورة ايزيس واوزوريس اللي كلنا معظمنا عارفينها، اللي هي في عجالة كده يقولك اله الخلق اله اتون خلق لنا آلهتين أو رمزين، واحد للهواء الجوي وواحد للرطوبة. الرطوبة والهواء الجوي امتزجوا مع بعض وكونوا لنا آلهتين، إله للأرض وإله للسماء. الاتنين اتجوزوا مع بعض وخلفوا لنا توائم. جدهم كان حاطط روز إن كل واحد يتجوز اللي في البطن الثانية. طب مين الأسامي بتاعت الآلهة دي؟ اتوم خلف شو تفنوت، شو المناخ وتفنوت إلهة الرطوبة. ولكم أن تعلموا كلمة تفنوت تف دي كلمة هيروغليفية، تمام؟ دي أول حاجة. حاجة تانية، شو وتفنوت اتجوزوا وجابوا لنا جب إله الأرض ونوت إلهة السماء. طب ليه إله الأرض ذكر وإلهة السماء أنثى؟
حد يتخيل؟ ليه؟ عشان السما بنت؟ ايوه ليه 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 ما خلوش البنت للارض والذكر للسما؟ ليه؟ ايه؟ تمام. وحاجه ثانيه ومتقلبه، والذكر متقلب طبقا لاحواله المعيشيه، دي حاجه وصلبه. طب الست ايه دخل الست بالسما؟ ايه اللي دخل السما؟ هم كانوا غلطانين يعني. لا الناس دي ما بتعملش حاجه غلط او اعتباطا، بتعمل كل حاجه طبقا لاسلوب واساس علمي. الست لما بتولد بينزل دم المخاط، وهو ده دم الشفق اللي بيبقى في شروق الشمس الصبح. في ولادة الشمس هي الست السماء اللي بتولد الشمس يوميا وبتبتلعها عند الغروب. فقارنوا بين دم المخاط والشفق كل يوم في شروق الشمس. تمام؟ دي حاجة. حاجة تانية ان هم قالوا ان الشمس بتبتلع داخل السماء، فكده بتدخل جوه الانثى اللي هي بتشيل السماء في رحمها، لكن الراجل ما بيشيلش حاجه في بطنه. تمام؟ وبتولدها كل يوم الصبح. عشان كده دي شفا، ده اللي هو الحاجات الحمراء اللي بتبقى الصبح الشفا، اللي هو الاشعه، الاشعه او اللون الاحمر اللي في السماء، فهو ضيع عند الشروق وعند الغروب. تمام؟ دي اول علاقه. طب جب ونوت اتجوزوا وخلفوا لنا توأمين، مين كان مع مين؟ إيزيس وأوزوريس وستة ونفتيس، مين كان مع مين؟ إيزيس وأوزوريس. إيه؟ مع مين؟ إيزيس مع أوزوريس؟ لا. إزاي؟ لا. مش مع بعض. المفروض يبقوا مختلفين. أوزوريس مع نفتيس لأنه ما ينفعش يتجوزها. تمام؟ وستة مع إيزيس. هو كان عايز يتجوز اللي معاه في بطنه، ست اله الشر. يعني اولا اخذ من الثانيه. ايوه ما دي تطلع. نفس قصه قابيل وهابيل. هي نفس القصه. هي بالظبط. تمام؟ نيجي بعد كده عند وضع هذه القوانين تم رفضها عن طريق اله الشر، الاله ست. اللي هو تمثل بعد كده بهيبو او سيد قشطه او فرس النهر. وكروكودايل او معبد ادفو عندك كمال القصه بتاعت ايزيس واوزوريس من فيلا لادفو بعد كده. طب عندنا القصه نفسها بتبتدي هنا. ايزيس اتجوز اوزوريس، بس قبل ما يتجوزوا ست عمل مكيده لاوزوريس وقرر انه يقتله. ليه؟ عشان يفوز بمراته ايزيس. بس ايزيس واوزوريس كان بينهم لاف ستوري. طب القصة دي ايه اللي حصل فيها؟ ست عمل بروسيشن، عمل احتفال كبير، وعمل تابوت مرصع بالالماس على قد جسم اوزوريس بالظبط، ودعا جميع المدعوين انهم لما يجوا ويحطوا جسمهم جوه اللي هيجي على قد بالظبط التابوت هيفوز بيه في العالم الاخر. طبعا اول ما جم المدعوين كلهم مفيش حد جاء على مقاسهم ما عدا اوزوريس. اول ما دخل جوه التابوت باستخدام السكينه قبل ما يقفل عليه طعنه بالسكينه، وهقول لكم ليه موضوع الطعن بالسكينه. لا شر. وقطع جسمه مره يقولوا 42 قطعه، ومره يقولوا 16 قطعه، ومره يقولوا 14 قطعه. ليه؟ على حسب اختلافه قطعات مصر. مره مقاطعه مصر يبقى 42 قطعه يقولوا 42 قطعه او 42 مقاطعه، 16 او 14، الصوت الضوء بيقولوا 14 لغايه دلوقتي. تمام؟ طب المقاطعات دي اختلفت واختلفت الاعداد، ما يهمناش. اهم حاجه ايزيس قررت انها برضو لازم تبحث عن اوزوريس وتاخد بعد كده ببطرها من ست. بس قبل ما تعمل كده سالت اختها ربة السحر نفتيس انها تيجي وتديها بعض التعويذة السحرية عشان تتحول لأنثى نسر اللي هي العنقاء، طائر الرخمة، وتطير في جميع أنحاء مصر، وتجمع كل الأجزاء بتاعت أوزوريس، ولقوا القلب على جزيرة فيلة، فتم إعطاء الحياة للجسد والزواج في جزيرة فيلة
وبعد كده خلفوا طفل حورس. ليه بقول لكم الكلام ده؟ عشان هنشوف الحاجات دي بصور جوه. بعد الطفل حورس ما اتولد ابتدى يرضع من امه، اتوجد بعد كده تحت رعاية الإله حتحور ربة الأمومة والجمال والموسيقى، اللي هي كانت برضو ربة الحضارات. ولكم أن تعلموا أن احنا أول دولة في العالم وأول بلد في العالم كان عندنا دار لرعاية الأطفال والرضع اللي هي الحضانات من 2000 سنة في جميع أنحاء مصر. عشان كده عشان كده أيوة. فهي بعد كده جمعت الأجزاء واتجوزوا بعض، وفين لقت القلب اخر قطعه لقيتها على جزيره فيلة. عشان كده كل الناس اللي عايزه تتقرب لعباده الاله ايزيس لازم تيجي تبني حاجه في جزيره فيلة اللي هي الاساسيه دي. تمام؟ ما هم اتجوزوا طبعا. تمام؟ من اول ما اتجوزوش اصلا. لا. قبل الجواز. تمام؟ طب بعد كده هنيجي هنلاقي ان القصه الاساسيه بتاعه ايزيس ارتبطت بمعبد فيلة. طب المعبد ده ليه اسم تاني في الصوت والضوء، انس الوجود. في الحكاوي بتاعه الف ليله وليله قالوا لنا ان في واحد اسمه انس الوجود، كان الراجل ده فقير بس كان بيحب بنت ملك. الملك عرف العلاقه بين بنته وانس الوجود وقرر ان فيها نفاها. فين؟ نفاها لجزيرة فيلة أو جزيرة أنس الوجود فيما بعد. أنس الوجود ابتدى يدور عليها في جميع أنحاء مصر، وابتدى يكلم الحكام والكهنة بتوع الجزر أو المعابد أيام الدولة المصرية القديمة. وبالفعل عرف إن بعض الكهنة إنهم يقدروا يساعدوه عن طريق بعض التعاويذ السحرية إنهم يخلوا التماسيح تتكلم. ودخلوا وسألوا جميع التماسيح اللي في النهر فين محبوبة أنس الوجود، لغاية ما التماسيح دلته إنها موجودة على جزيرة فيلة. وبعد ما لقوها على جزيرة فيلة، أنس الوجود بمساعدة التماسيح جه لجزيرة فيلة وتم التزاوج واللقاء على جزيرة فيلة. فعشان كده الجزيرة تسمى برضو لغاية دلوقتي بأنس الوجود. القصة دي من أهم القصص اللي في كتب ألف ليلة وليلة شوارع. تمام؟ هو بعد ما قطعوه وذبحوه ازاي صح؟ ازاي؟ سامحني بس تعليق الصوتين دلوقتي هنسأله عليهم اللي هيبقى في تمام؟ دي حاجة. عندك حاجة تالتة بقى الأساسية بتاعت فيلة. دي في الآخر بقى هقولها لكم بالتالي. تمام؟ طب المعبد زي ما أنا قلت لكم معبد ذات طراز يوناني روماني. كل المعابد اللي عندنا مصرية بس الطراز بيختلف. ايه هو الطراز؟ امبارح في معبد الكرنك والاقصر ما لقيناش حاجه اسمها بيت ولاده، ما لقيناش سكرين وولز، ما لقيناش اعمده زي دي، ما لقيناش بعض الشراينز اللي موجود عليها ملك لابس التاج اللي زي ده، ما لقيناش الا التاج المصري بس، التاج المزدوج الابيض والاحمر. ما لقيناش خراطيش بتحمل اسامي البطالمه الا الخطوشه اللي وريتها لكم اللي هي البطلميه على الكرنك. ما لقيناش تيجان مختلفه الا تاج الاسكندر الاكبر في حته واحده، لكن هنا كل المؤسسين بطالمه بالاضافه للرومان. بس في قاعده ثابته بين المعابد ان كل المعابد لازم تؤسس من الداخل للخارج. يعني المعبد ده اساسا بدايته دوله زي معبد الاقصر امبارح في اضافه. المعبد ده برضه في اضافه. ايه هو الاضافه؟ الفاير الاوليه ده. اول حاجه اتعملت جوه المعبد مذبح صغير سنه 750 قبل الميلاد، وبعد كده 375 قبل الميلاد نختنبه اخر ملوك الاسره الحديثه او التاريخ الحديث في الاسره الثلاثين او ما يقال بالعصر المتاخر، عمل لنا استراحه مركب مقدس للاله حتحور. طب الناس هتسالني ايه اللي دخل حتحور وايزيس؟ دايما ايزيس بتبقى ربة المعبد، فحتحور بتبقى ربة المدينة. في منطقة تانية اسمها دندرة حتحور ربة المعبد، ايزيس بقت ربة المدينة. ليه الموضوع ده؟ دي تلاقي افكار لجذب عدد اكبر من الناس اللي هي تقدم قرابين للمعبد. يعني لو واحد فشل التاني ينجح.
فهمتوا الفكره ماشيه ازاي؟ اللي بيحب ازيز او ما بيحبش حتحور، يحب حتحور ما يحبش ازيز، دي الفكره بتاعه الموضوع. فعشان كده هنلاقي خراطيش حتحور وازيز مع بعض. معبد ابو سمبل من ايام رمسيس الثاني 1279 خراطيشهم مع بعض ونفس الشكل نفس التاج وكل حاجه، بنعرف بس الاختلاف من الاسم الهيروغليفي اللي انا هوريه لكم ازاي نعرف حتحور من ازيز جوه. تمام؟ هنيجي بعد كده هنلاقي ان المعابد البطلميه او المعابد ذات الطراز البطلمي اسست على اسس مصريه، بمعنى ان الطراز بس في حاجات معينه بطلمي، لكن المعبد الاجزاء بتاعته مصريه، بمعنى اوبن كورتيات، بايرون صرح اولاني، بهو اعمده صرح ثاني، ردها مستعرضه، حاجه اسمها زي الصاله اللي عندنا في البيت. وبعد كده هندخل على قدس الاقداس وجنبيه قبرات مخازن، عشان جوه ما تقولوليش ايه الاماكن دي، اي حاجه على الجناب مخازن، مخازن اطعمه سوري جوز. تمام؟ طب المعبد ده لما بنيجي ندخله بندخله من البوابه الرئيسيه، زي ما قلت لكم اخر حاجه اتبنت هو البايلون الاولاني. طب البايلون ده كامل؟ لا، البوابة اللي في البايلون دي اتبنت قبل البرجين بتوع البايلون او السار. البوابة سنة 375 الميلاد بناها الملك نختنبه اللي بنى استراحة المركب المقدس بره، ومات قبل ما يخلص. بعد كده بطليموس الخامس جاء بنى معبد فيلا من جوه، الجزء اللي جوه. بعد كده بطليموس ال 12 جاء بنى البرجين دول. بعد كده الاباطره الرومان جم بنوا الجزء ده. بعد كده المسيحيين 577 ميلاديه جم هدموا لنا معظم الاثار اللي احنا عندنا او معظم الاشكال الوثنيه، في بعض التهديمات للايدين والرجلين، وجوه هنلاقي في بعض الكروسس او الصلبان الرومانيه جوه المعبد، وهنلاقي طرز للمعمار الروماني، وهنلاقي اسامي لبعض الحكام وبعض الزائرين جوه. اخر معاقل الديانه المصريه القديمه او الديانه الوثنيه في مصر كان معبد فيلا. هنشوف برضو اخر نص هيروغليفي في مصر كلها مؤرخ ل 18 سبتمبر 394 ميلاديه. فاهمين يعني ايه؟ يعني العالم كله اعتنق المسيحيه وهنا كانوا لسه لا يزالون يعبدون الاصنام زي ما بيقولوا يعني. لكن المسيحيه دخلت هنا بعد 394 ميلاديه. عشان كده اول حاجه فكروا فيها المسلمين الاوائل انهم يدمروا الديانه الوثنيه فيها معبد فيلا عشان يقضوا على الوثنيه تماما. ليه؟ لان الحكام والكهنه كلهم كانوا قاعدين هنا بيعبدوا الديانه المصريه او بيعبدوا الالهه المصريه القديمه، وكانوا غير معترفين بالمسيحيه تماما، بل هم اللي كانوا بيساعدوا دقلديانوس الامبراطور الروماني ان هو يقتل المسيحيين، عشان كده اخذوا بالطار بتاعهم لما جم هنا وكسروا الديانه الوثنيه او كسروا كل الرموز الوثنيه، وكسروا بالاخص كل حاجه بترجع للاله ايزيس واوزوريس، وعملوا كنايس جوه معبد فيلا. المعابد كلها هنلاقي على الحجاره بتاعتها اشكال زي دي. دي السبب بتاعها. المعبد ده زيه زي اي معبد ادفوك بومب والاقصر كرنك تم اهباله تماما، بالاخص بعد مرور مئات السنين من عدم استخدام المعبد كمكان للصلاه. فكانوا الاوائل المسيحيين الاوائل والمصريين الاوائل، سواء مسيحيين بقى يهود مصريين اي مله، كانوا بيسنوا السكاكين في الحجر الرملي. فدي اثار سن السكاكين جوه المعابد كلها عندنا. حاجه ثانيه، المعبد ده بعد بناء خزان اسوان كان بيغمر تحت الميه 70 سنه، سبع شهور في السنه من 1898، واتعلى مرتين. بعد التعليه الاولى والثانيه بقى يغمر سبع شهور في السنه وثلاث شهور بس بينشف، لكن بعد بناء السد العالي غرق تماما. بعد ما غرق تماما وجب على الحكومة المصرية واليونسكو بمساعدة 55 دولة بالأخص الحكومة الألمانية لإنقاذ معابد فيلا، واللي هحكيها لكم برضه في الآخر. يلا ندخل جوه.